في أسبوع القاهرة 2019 الحضور عدى 1300 مشارك. طبعا انا شايف ان اسبوع القاهره للمياه اضافه عظيمه جدا على اجنده الدوله، اضافه عظيمه جدا للبحث العلمي في امور المتعلقه بالمياه ومتعلقه بندره المياه. اسبوع القاهره للمياه هو حدث سنوي ينتظره الجميع من جميع الدول العربيه. نحن اصرينا على ان يكون هذه الورشه على هامش هذا المؤتمر الهام. اعتقد انه النجاح اللي شايفينه في اول يوم، حجم الحضور الكبير والاهتمام، ده أكبر مؤشر إن مصر دولة رائدة في إدارتها للموارد المائية. العنوان الرئيسي لاستجابة لندرة المياه الحياة كان شادد انتباه عدد كتير من المنظمات، 55 منظمة دولية بيشتركوا معانا. تنوع المشاركين والمشاركات ده شيء رائع جدا السنة دي حصل. احنا شفنا أجانب وشفنا ناس من مؤسسات عالمية ابتدوا كلهم يتجمعوا هنا، فأصبح أسبوع القاهرة للمياه فوكال بوينت للناس دي كلها اللي هم يتجمعوا ويتناقشوا في قضايا المياه. أكثر من 90 دولة موجودة معانا بتشارك بوفود رسمية وبتشارك في اجتماعات رسمية. Cairo Water Week, yes, it's a fantastic group. Huge number of people coming into this country to support the water sector. And I want you to continue this kind of synergy that is existing between countries. Cette semaine a été une réussite du point de vue de la participation, quand on voit le nombre de pays et de ministres qui ont pris part à cette semaine de l'eau du Caire, mais du point de vue aussi de la thématique. Et du point de vue aussi des différents ateliers qui se sont tenus. شاركنا في كافة الأعمال الخاصة بأسبوع المياه الثاني أو أسبوع القاهرة الثاني للمياه، كذلك في مؤتمر المكتب التنفيذي للمؤتمر الدول الإسلامية ومجتمع الوزراء اليوم. أشارك اليوم في اجتماعات الدور الثانية للوزراء المسؤولين عن المياه في منظمة التعاون الإسلامي. هذه الاجتماعات تعنى ببحث قضايا المياه وهموم المياه، وخصوصا في ظل الطلب المتنامي على المياه. صعيد البرنامج العلمي، احنا تم تنفيذ 5 جلسات عامة من أقوى الجلسات اللي ممكن تشهدها المنطقة. كان فيهم جلسة بتتكلم عن إدارة المياه للأحواض المشتركة وإزاي الدول بتتعاون، وكان فيها خبرات من دول خارج الحوض إزاي قدرت إنها تتغلب على مشاكل التعاون وإزاي إنها حققت نموذج مستدام للمشاركة والتعاون. اسبوع خلانا في مصر نشوف العالم بيعمل ايه وازاي يعني يحصل حوار بيننا وبين علماء من جميع الدول وصناع قرار من جميع الدول في مجال المياه، نشوفهم عملوا ايه في حل مشاكلهم ونحاول نستفيد منها، وكمان نطرح امورنا، نعرف العالم ان احنا عندنا ندره في المياه، ونعرف العالم كمان ان احنا عندنا كفاءه استخدام عاليه جدا، ونعرف العالم ان احنا عندنا حلول جيدة جدا للمياه، ونستفيد من خبراتهم. واعتقد الاهداف دي كلها اتحققت السنة دي. اسبوع المياه 2019 الفرق الكبير بينه وبين 2018 هو التنوع الكبير في الموضوعات التي اتيحت للمناقشة. كان عندنا تدريب خاص بمنتدى شباب الأفارقة، وده بيضم 35 دولة من أفريقيا. الشباب اجتمعوا لمدة 5 أيام ياخدوا تدريب على القضايا المشتركة في الدول الأفريقية، وكان في أكثر من 12 خبير دولي بيحضروا في المنتدى. أكثر من 120 دولة بتشارك بمحاضرين ومشتركين وبيستمتعوا بالمحاضرات. جزء كبير من المستخدمين المياه وهم المزارعين، في جلسة هامة للمزارعين بيكرم فيها الأوائل اللي فازوا في مسابقة الترشيد اللي استمرت على مدار العام، وكان فيها زيارات ميدانية لأفضل التجارب.
طبعا بنشكر الدولة وبنشكر وزارة الري ومجهودها في ان هي بتنقل الخبرات من مزارعين لمزارعين، واحنا بنستفيد من غيرنا وغيرنا الحمد لله بيستفيد بينا. انا بنصح جميع المزارعين على مستوى جمهورية مصر العربية ان هم يشتغلوا بالري الحديث لانه فيه توفير في المية، زيادة في الانتاجية. هنزود معانا الانتاجية، وفرت عمالة ووفرت مية، معانا 50% مية، وفرت العمالة اللي بتروي 85%. ده لازم انصح القرية بتاعتنا كلها لازم تعمل الكلام ده، وان شاء الله هتعمله. الانشطة الهامة زي ملتقى الاطفال وسفراء المياه، والحقيقة ده تم بالتعاون مع وزارة الثقافة، وكان في معنا 60 طفل من الجمهورية كلها. الاطفال دول قعدوا على مدار الاسبوع يتلقوا ندوات وتلقوا تدريب ازاي يبقى سفير، ازاي يقول رساله لزمايله في البيت، عرف اهم التحديات اللي بتواجه الدوله المصريه في المياه، وازاي دور الصغير ممكن يساعد في حل المشاكل. قال لهم ان هم يحافظوا على المياه وما ينفعش ان هم يرموا اي حاجه في نهر النيل او في المياه، علشان دي هتلوث المياه، وعلشان برضو يعني مش تلوث المياه، واحنا في الاخر اللي هنتضرر. برضو اتمنى ان تطلع رساله مش الناس بتوع المياه بس، لخبراء النبات، لان خبراء المياه لهم برضو حيز محدود للحركه، فعلى خبراء النبات اللي هم ما حضروش انا بوجه لهم رساله ان هم عليهم انهم استنبطوا محاصيل قليله الاستخدام في المياه. اتمنى في اسبوع المياه ان نخرج كلنا يد واحده في ان احنا نكون التوعيه وصلت لكل بيت ولكل اسره ولكل فرد. اسبوع القاهره اللي اصبح منصه للحوار اصبح محفل دولي وهيبقى اقليمي ان شاء الله، ونفخر ان كانت القاهره قلب المناطق المشتركه الاتحاد الامن المتوسط والمنطقه العربيه وافريقيا، كان لها الرياده انها تنظم حدث سيك مع كل دول الحوار، وان شاء الله مكملين. ان شاء الله يبقى احسن ويبقى في افكار كثيره من كل الناس، من الأطفال ومن الكبار ومن المتخصصين ومن المجتمع المدني ومن الفلاحين، بحيث إن شاء الله يبقى الأسبوع فعلا يبقى ليه رسالة بنشر الوعي بالمية، وفي نفس الوقت نشر الحلول بتاعة إدارة المية وترشيد المية والاستخدام الأمثل للمية وإنتاجية المية. القاهرة 2020 خلال أكتوبر القادم. أشكركم جميعا وممتن ليكم جميعا بالحضور.